طيب خليني اسالك بسرعه بعض الاسئله السريعه. اللاعب اللي كان مثل اعلى ليك وانت ناشئ صغير؟ وانا ناشئ صغير كان المثل الاعلى ليا رونالدو البرازيلي. في مصر؟ في مصر كان يعني كابتن حازم امام بصراحه. طيب اللاعب اللي شايف امتداد ليك في الملاعب؟ امتداد ليا في الملاعب حاليا يعني انا بصراحه بحب رمضان صبحي ونفسي ان هو يعني مش هقول زي نفسي ان اشوفه حاجه كويسه في يوم من الايام يعني حاجه كبيره ويبقى يوصل لزي ابو تريكه وزي عماد متعب ان شاء الله ولاعيبه كتير. هل كنت قريب من اللعب الاهلي في فتره من الفترات؟ كنت حصل. وانا في دورتموند كنت قريب جدا، كان وقتها الكابتن عدلي القيعي علاقتي بيه كانت كويسه جدا وكان كلمني كذا مره، بس كان وقتها طبعا الامكانيات الماديه وانا بلعب في المانيا ويورجن كلوب والدوري الالماني فكانت الخطوه كانت صعبه جدا يعني. تقييمك سريعا لفايلر مدرب الاهلي؟ مدرب كويس جدا ماشي بسيستم كويس جدا مع الفريق، وهم يعني خلاص المفروض ان شاء الله يعني اكيد الفتره الجايه دي هيحسموا فيها الدوري خلال ماتش او ماتشين. شايف الاهلي قادر يحسم الدوري في مباراه الاتحاد النهارده عشان يركز بقى في افريقيا يعني؟ طبعا عشان يبداوا ان هم يركزوا من الموضوع ده اكتر، وهم يعني لو ما عملوش كده اكيد هيعملوا الماتش اللي بعده يعني. اللاعب اللي كنت شايفه موهبه كبيره جدا لكن ما قدرش يحصل على ما يستحقه من شهره ونجوميه؟ اللعيب اللي موهبه كبيره جدا لا صعب السؤال، مش في دماغك حد؟ مش جاهز له؟ لا طيب. مش في دماغي حد. طيب الافضل صلاح يقعد في ليفربول ولا يروح برشلونه زي ما بيتقال اليومين دول؟ انا نفسي طبعا ان انا اشوف صلاح في برشلونه او ريال مدريد وبالتحديد برشلونه بس انا شايفه يعني هو لو كمل في ليفربول هو اخد نجوميته اللي هو يستحقها ووضعه والفريق كله بيخدم عليه وديك بتشوفه هو النجم الاول وضربات الجزاء هو اللي بيشوطها والفاولات وكل حاجه والفرقه كلها بتخدم عليه بس ما هو برضو يعني هو لو ما راحش دلوقتي هنبقى لسه نشوفه كمان سنه، فهو لازم يروح في عز تالقه عشان النادي الاقرب للفوز بدوري ابطال افريقيا. يعني الموضوع صعب قوي، الموضوع صعب، بس يعني اتمنى يبقى فريق مصري يعني فريق اهلي او مصري. زمالك وقتنا جري معاك ونورتنا وشرفتنا، محتاجين اكتر. ده انا فاكر ان احنا شديد. لسه والله كان لسه قدامنا كتير القعده معاك بتخلص بسرعه حبيبي يا زلمه، نورتنا وشرفتنا.